السلام عليكم ومرحبا بكم اخواني الكرام على قناة Profit in the World. فيديو جديد وطريقة ربح جديدة وتطبيق جديد ايضا. بالنسبة لطريقة الربح الخاصة بنا لنهار اليوم الموجودة في هذا التطبيق وهي الربح عن طريق الكاش باك. ما هو الكاش باك؟ يوجد الكثير من الاشخاص يحبون التسوق عبر الانترنت ويشترون اغلب الاشياء سواء الإلكترونية أو غيرها من الإنترنت، ربما يعني هواتف، أكسسوارات، يعني الكثير من الأشياء، ولكن لا يعرفون أن هنالك مواقع وتطبيقات يمكن أننا نقوم باستعمالها واسترجاع بعض المال من المشتريات الخاصة بنا. فربما في $100 يسترجع لك $5، $10، $3، $15 على حسب المنتج وعلى حسب المتجر الذي تشتري منه. ففي هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتعرف على تطبيق جديد وحصري للربح عن طريق الكاش باك. إذا لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس وأيضا لايك لهذا الفيديو، وشكرا ل 3770 مشترك على القناة. إذا مباشرة سوف أترك لكم رابط تحميل هذا التطبيق أسفل الفيديو في صندوق الوصف وأيضا في أول تعليق مثبت. اول ما تقوم بتحميل التطبيق راح تقوم بتسجيل حساب من هنا. بعد تسجيلك للحساب راح تقوم بالعوده الى الصفحه الرئيسيه. اذا كما قلنا هذا التطبيق هو تطبيق خاص بالكاش باك. تشتري من علي بابا او تشتري من علي اكسبريس او تشتري من بانجود او اي مواقع اخرى يدعمها هذا التطبيق فانك سوف تستفيد من الكاش باك، وكل منتج راح تشتريه سوف يتم استرجاع لك بعض المال من ذلك المنتج، وبعد جمعك لهذا الكاش باك تستطيع سحبه من جديد الى الحساب الخاص بك والشراء به من جديد او افعل به ما تشاء. اذا بعدما تقوم بتسجيل حسابك في التطبيق كما تلاحظون هنا يعطينا بعض المتاجر الالكترونية التي يمكننا اننا نستعملها في الكاش باك. فأول شيء كما تلاحظون لدينا علي اكسبريس، لو قمنا بالدخول إليه فكما تلاحظون يعطيني الكاش باك من 0.31 إلى غاية 3.27، وهذه النسبة تختلف من شيء إلى آخر. يعني كما تلاحظون 1.61% كأقصى شيء بالنسبة للهواتف واللابتوب و تابلت وديسكتوب وأيضا يعني الأشياء المتعلقة بالإلكترونيات. هنا لدينا 3.27% بالنسبة للأشياء التي تتعلق بالمنتجات. هنا أيضا إلكترونيكس كما تلاحظون سبيسيال ستور راح تتحصل على 0.31، يعني على حسب المنتج الذي سوف تشتريه راح تتحصل على كاش باك معين أو استرداد نقدي معين. الان كل ما عليك فعله هو راح تضغط على خيار اكتيفيتي كاش باك او اكتيف كاش باك. كما تلاحظون تم تفعيل الكاش باك بنجاح وسوف يوجهنا اوتوماتيكيا على التطبيق الخاص بنا على متجر علي اكسبريس. الان نستطيع الشراء وسوف عندما نقوم بشراء شيء سوف يتم استرجاع لنا بعض المال عند وصول المنتج الينا. راح نجد انه الكاش باك تم اضافته هنا في الحساب الخاص بنا، سوف تجده هنا في خيار الماي والت. نفس الشيء بالنسبة لمثلا لموقع علي بابا راح تتحصل على 2.41 على المنتجات التي سوف تشتريها. كل ما عليك فعله هو انك راح تقوم بتفعيل الكاش باك بهذا الشكل، مباشرة راح يتم توجيهك الى متجر علي بابا، راح تقوم بالشراء وسوف يتم استرجاع لك بعض المال من المشتريات الخاصة بك بنفس الطريقة التي تكلمنا عليها. الآن راح نقوم بالعودة إلى التطبيق الخاص بنا بهذا الشكل، هكذا راح نقوم بالعودة بهذا الشكل هكذا كما تلاحظون. نفس الشيء بالنسبة للمتاجر الإلكترونية الأخرى الموجودة هنا، هنالك الكثير من المتاجر، أكثر من 3000 متجر موجودة على هذا التطبيق. يمكن أنك تقوم باستغلال هذا التطبيق في الشراء عبر الإنترنت واسترجاع بعض المال. من هنا يمكنك البحث كما تلاحظون عن المتجر الذي تريد الشراء منه. من هنا كما تلاحظون ماي والت المحفظة الخاصة بي، هنا سوف أجد يعني الكاش باك الخاص بي هنا عندما يتم استرجاعه. هنا لو قمنا بالذهاب إلى الحساب الشخصي الخاص بي كما تلاحظون لدي
الحساب الشخصي الخاص بي هنا بالنسبة للليفل الخاص بي أيضا. من هنا كما تلاحظون لدينا MVT Friend راح نقوم بالضغط عليها، راح يعطيني رابط الإحالة الخاص بي، راح أقوم بنسخ رابط الإحالة ومشاركته مع الأصدقاء. كل شخص يعني بالنسبة إذا كان لديك أنت لا تشتري من الإنترنت ولديك أشخاص يشترون من الإنترنت بكثرة، فاقترح عليهم هذا التطبيق حتى أنت تربح وهم أيضا يربحون، يعني منفعة متبادلة. يعني كل شخص راح تقوم بدعوته ويشتري أي منتج ومثلا يسترجع الكاش باك الخاص به مثلا كان 5 دولار، أنت سوف تربح 50%، معناه سوف تربح 2.5 دولار على كل منتج سوف يقوم بشرائه، يعني على حسب الكاش باك الخاص به. استرجع الكاش باك 10 دولار راح تتحصل على 5 دولار، استرجع الكاش باك 1 دولار راح تتحصل على نصف دولار، 20 دولار راح تحصل على 10 دولار، وهكذا يعني سوف تتحصل على 50% من الكاش باك الخاص به. اقترح هذا التطبيق على الأشخاص الذين يشترون بكثرة عبر الإنترنت وسوف تحقق أرباح جيدة، وأيضا الشخص الذي قمت بدعوته أيضا هو سوف يستفيد من خلال استرجاع بعض الأموال من المشتريات الخاصة به. هنا رابط الإحالة كما قلنا الخاص بك. لو ذهبنا مثلا هنا إلى الماي والت راح نقوم بضغط على خيار ماي كاش، كما تلاحظون راح نقوم بالضغط هنا. هنا راح تجد يعني بعض التفاصيل والأشياء الخاصة بالتطبيق، كما تلاحظون راح يعني يتم الإجابة على بعض الأسئلة الخاصة به، كيفية تفعيل الكاش باك وغير ذلك من الأمور. هنا كما تلاحظون يعني state confirm pending، وهل يتم يعني هل تم الموافقة عليه، هل هو في المراجعة، وهل تم رفض ذلك الكاش باك. يعني تقريبا هذه كل ما يخص هذه الأشياء، يعني تقريبا كل هذا ما يخص تقريبا. نعم راح نقوم بالعودة بهذا الشكل، يعني هذا كل ما يخص الفيديو الخاص بنا لنهار اليوم. هنا يعني سوف تجد الليفل الخاص بك، راح تتحصل كما تلاحظون على 1 دولار بالانتقالك من ليفل إلى ليفل آخر، ويمكنك الحصول على 2 دولار لكل شخص يعني تقوم بدعوته كما يقول هنا التطبيق. لو قمنا بالضغط هنا لاحظوا جيدا يقول قم ب MVT friend and get 2 دولارز كما تلاحظون، يعني شيء جميل جدا أننا نستغل هذا التطبيق في الربح واسترجاع بعض الأموال من المشتريات الخاصة بنا عبر الإنترنت. إذا لا تنسوا دعمنا بلايك وشير وأيضا الاشتراك في القناة. نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله، إلى اللقاء.